معلش يا أمية. يا أمية صباح الخير. صباح الخير يا أحمد. عايزين أي حاجة؟ أنا رايح الشغل. لا احنا مش عايزين حاجة، بس أنا عايز أتكلم معاك في حاجة. في خير في حاجة ولا إيه؟ أه في حاجة يا أحمد. اتفضلي قولي. دلوقتي أمية زعلانة منك. ليه بقى؟ علشان أنت ولا بتفسحها ولا بتوديها في أي حتة ولا بتتكلم معاها ولا حتى بتلعب معاها. أيوة يا بابا أنا زعلانة منك، عشان أنت كل حياتك شغل، ما بتقعدش معايا ولا بتلعب معايا ولا حتى بتكلمني. طب يا حبيبتي ما أنا بشتغل عشان خاطر مين؟ ما أنا بشتغل عشان خاطرك أنت يا أمية يا حبيبتي. ما أنا عارفة يا بابا، على فكرة أنا بحبك أوي وأنت ما بتحبنيش. يعني زعلانة مني يعني؟ أه. طب بصي يا أمية أنا عايز أقول لك على حاجة. انا النهارده هاخد اجازه من الشغل مخصوص علشانك انت وخلاص، انا مش رايح الشغل. بجد يا بابا؟ بجد يا امنيه. واقول لك حاجه، روحي بقى نادي اصحابك وتعالي عند حمام السباحه، عشان النهارده عامل لك مفاجاه حلوه قوي 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 قوي. هتعملي مفاجاه يا بابا؟ اه يا امنيه، نادي اصحابك بسرعه. ربنا يخليك ليا يا بابا. انا رايح نادي اصحابي بسرعه. يلا روح نادي اصحابك. يلا. يا عيني زعلانه قوي قوي قوي. النهارده عامل لها حته حفله عند حمام السباحه ما تحلمش بيها. بجد يا احمد؟ بجد والله. طب يلا بينا. حبيبتي افتحي الباب يا نجيل، انا واقف تحت البيت مش هعمل زيت او زيت، وحشتيني بتلفي وتدوري عليا ليه، مش عايزه تحني ليه، طب بصي يا بنت الايه مش هحلك. ما تجيش. يا غزل يا فيروز. ايه يا امنيه؟ ازيك يا امنيه؟ الحمد لله. ازاي ماما؟ الحمد لله. سلميلي عليها. حاضر. جدع يا فوز، عشان انت لبستي المايو، انت كمان يا غزل لبستي المايو شبه. حاضر يا امنيه. يا امنيه بس عايزه اعرف الاول. يا امنيه انت عارفه ان احنا كنا رايحين البحر النهارده لان في مول في كتير كتير فما رضيتش انزلهم. ماشي يا فيروز. في ايه بقى يا امنيه تلبس المايو ليه؟ عشان بابا عامل لي حفله. حفله؟ اه في البسين. بجد؟ ايوه بجد. طب انا ما ينفعش احضر معاكم؟ لا ما هي الحفله للاطفال بس. يا خساره. طيب هلبسهم لك المايوهات واجيبهم لك لحد البسين. تمام. ماشي يا امنيه. ماشي. عارف انت الحظ بعينه كان وشك حلو علي، كل اللي الناس شايفينه ما يجيش واحد في المية. يا مكة. نعم يا امنيه. البسي المايو بسرعة يا مكة. ليه يا امنيه في حاجة؟ ايوة يا مكة، اصل بابا عامل لي حفلة في البسين. بجد يا امنيه؟ يلا يا مكة بسرعة. يلا. ايه؟ ماشي يا امنيه، راح البسه وجاي. ماشي. يا حبيبتي فين الحفله دي يا بابا؟ حفله فين؟ ايوه انا النهارده هعمل لكم اكبر حفله الوان في حياتكم كلها. ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم بقى لو خليت لكم الميه بتاعت حمام السباحه دي لونها بينك؟ بصوا بقى احنا هنلم ده هنا هيبقى لونها بينك دلوقتي الميه لوحدها. بجد؟ اه. وهنعمل ده كمان هنا. الله يا امنيه بصي. الله يا بابا. الميه كلها هتبقى بينك. بصي بتفور ازاي؟ الميه كلها هتبقى لونها بينك. هتنزلي تقوموا مع الميه. يلا انزلوا. دي اول مفاجأة. لسه فاضل مفاجأتين. يلا. ايه ده يا بابا؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 لا.
ماشي يا جامد يا جامد يا جامد يا خلاص كده خلصت بس جميلة قوي كان لسه بقى شوية خلاص يا ولد طب قولوا فيها 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 قولوا فيها خلصت والله بس جميلة أوي يا عم لا إيمان هيديك ولا لسه؟ قولوا بقى اتباع صابونة ولا لسه؟ أيوه يلا يلا حلوا الكستورة يلا حلوا الكستورة أنا رايحة الكسترة يا بشر يلا حلوا الكستورة مين هيغني يلا؟ يلا فانا اللي همسكه تمام تاني 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 يلا جاهزين 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 يا اخضر 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 اخضر
اكبر مفاجاه. كله غمض عينه. روحوا هناك شويه، روحوا هناك شويه، يلا كله غمض عينه. لا قربوا شويه، قربوا شويه، بس بس يلا بس كله مغمض عينه. يلا لا 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 لا
ابعدوا بعيد شويه كده، ابعدوا بعيد شويه، ابعدوا بعيد شويه، ابعدوا.